رجعنا معكم مشاهدينا بالفقرة الثالثة من حلقتنا، ودايما بحب أذكركم تابعونا عبر فيسبوك على صفحتنا نور الشرق لتحضروا الحلقة لايف إذا ما كنتم موجودين ببيوتكم. بهيدي الفقرة رح نحكي عن الوضع الاقتصادي بلبنان وتأثير عدم إقرار الموازنة على هيدا الوضع الاقتصادي وتراجعه مع الخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجائة. صباح الخير بروفيسور، وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير لك وللمشاهدين الكرام. بروفيسور، خلينا بداية، تم إقرار الموازنة بين مجلس النيابة، ولكن هلأ تم إيقافها من قبل رئيس الجمهورية ولم يتم توقيعها ونشرها بالجريدة الرسمية. شو تأثير هيدا الشيء على الوضع الاقتصادي بلبنان؟ يعني هلأ أول شيء بالمرحلة الأولى، لا، فخامة الرئيس رح يمضيها، لأنه هو أكثر واحد عنده بهمه مصلحة البلد. هذا باعتقادي الشخصي، أكثر واحد هو حريص انه ينجح العهد، وحريص انه البلد يمشي، لانه نحن بنعرف دقه الوضع بالنسبه لهالحاله اللي هي الموجودين فيها اقتصاديا. باعتقادي انا انه هذا الاسبوع لازم تكون منشور الموازنه. هلا بضل مشكله الماده 80 اللي هي مشكله خلافيه على موضوع المناصفة اللي نجحوا بامتحان خدمة مجلس الخدمة المدنية. المدنية، باعتقادي أنا هذه يعني في إلى حلول سياسية، السياسة قادرة على كل شيء، وبالتالي ممكن أنه يكون في إلى حلول. ومبارح النايب بلعون حكي أنه توجهات فخامة الرئيس أنه يكون في مثل ما بيقولوا مقاربة منفصلة عن الموازنة يعني لهذه مثل تعليق المادة. لهيدي المادة من لا، مش الموازنة. بالضرورة، يعني يمكن تقر، بس انه المقاربة تختلف، يعني تكون مقاربة سياسية حتى لو كانت موجودة بالقانون الموازني. بيكون في اتفاق بين القوى السياسية انه ما تكون مثل ما بيقولوا موضوع خلافي لاحقا على امور كثيرة. على كل، لكن تأخير الموازنة، نحن اللي بهمنا نعرفه انه مش الموازنة بحد ذاتها كموازنة هي الضرر الكبير، لانه نحن صرنا بالشهر وصرنا السابع انه اخذوا كثير وفهمتيني وقت الشهر لاقراره الثامن. حتى. اكيد ما احترمنا المهل الدستورية، وعدم احترام المهل الدستورية هي شغلة كتير سيئة لسمعة البلد لسمعة حتى. البلد، وحتى للاجراءات المالية اللي موجودة بقلب الموازنة، لانه هذه الاجراءات ما كانت تتطبق على سنة، على اساس كانت رح تتطبق على 6 اشهر، هلا بصير تطبق على 5 اشهر. يعني معناتها انه نحن خسرنا مثل ما بيقولوا شهر من وقت التأخير بموضوع الموازنة بهالشيء هذا. فإذا بالنسبة لنا الأساس هو بيبقى مشاريع سيدر، وتحت أقدر أوصل لهم الموازنة هي الباسبور. لا يمكن أني أقدر روح طالب بمشاريع سيدر بتمويلهم إذا ما في عندي موازنة إلى حد معين فيها فيها إصلاحات. مثل ما بقولوا حد أدنى من المصداقية. هلأ هذا الأمر رح يتحقق بتوجيهات فخامة الرئيس. هلأ بهذا الأسبوع رح تنشر الموازنة، إن شاء الله تطلع بعدد نهار الخميس، وباعتقادي صار فيها القصة إنه تروح بسرعة كرمال نطلب تمويل مشاريع. بضل في عندي خلاف أساسي يلي هو خلاف الحكومي على موضوع أحداث أبرشمون الأليمي. بدنا نشوف إلى أي حد رح يكون في وعي لدى الطبقة السياسية لحتى تقدر تتخطى هالأزمة يلي ممكن أنه تهدد الكيان اللبناني، ممكن تهدد مشاريع مؤتمر سيدر بحد ذاته، وخصوصا انه نحن بحاجه لاجتماع التئام الحكومي ومجلس الوزراء لحتى نطالب اللي بيطلعونا يعني من المطلوب. مشروع صادر المطلوب حقيقة هو إقرار، مش إنه اللي بده يطالبوا فيه، إقرار المشاريع اللي بدها تتقدم للجنة مؤتمر صادر، حتى يكون في مثل ما بقولوا ترتيب أولويات في لبنان. وهون بنعرف نحن إنه في بعض المشاريع اللي خليني أقول إلى حد معين في شبه توافق عليها، على راسه مثلا مثل مطار بيروت وغيرها من البنى التحتية، يعني مشاريع شبه جاهزة دراستها
جاهزة. وبتحرك شوي العجلة الاقتصادية بالبلد كمان. هي مشاريع سيدر هو الأساس، وخاصة من ناحية أنه ما في استثمارات. لبنان يعاني من الاستثمار، من نقص بالاستثمارات، وبالتالي الدولة اللبنانية ما عندها القدرة بسبب وضعها المالي. القطاع الخاص غير مهتم بالاستثمارات نظرا للمخاطر اللي موجودة، مما يعني بكل بساطة أنه بدي حدا يستثمر تقدر قوم من الوضع الاقتصادي اللي أنا فيه. بيجوا هاو الاستثمارات مثل كأنهم مفتاح أساسي لهالشق هذا. ليش هاو الاستثمارات؟ لأنه نحن بنعرف بالنظرية الاقتصادية بحسب نظرية كينيز لا يمكن الخروج من وضع فيه ركود اقتصادي إلا بواسطة الاستثمارات، وهذا الأمر الدولة عاجزة عنه. فإذا بدي اتوجه لأموال سيدر، نرجع بنذكر أن أموال سيدر هن دين على الدولة اللبنانية، ولكنهم دين بفايدة 1%. والمهم بهذه النقطة، خلافا لما حصل ببريز 1، بريز 2، ستوكهولم، وبريز 3، هاو الأموال رايحين للاستثمارات حصريا. يعني بالأول في تطويق للأموال اللي عم تنعطى، متابعة أكثر من المجتمع الدولي لهيدي الأموال. 100% في لجنة متابعة، بس الأهم أنهم ما بيقدروا يستخدموهم للأموال إلا بالاستثمارات وبالمشاريع التي يتم الموافقة عليها من قبل لجنة المتابعة. من هالمنطلق هيدا نحن بنعتقد أنه مؤتمر سادر هو رح يشكل باب مثل ما بقولوا للنهوض الاقتصادي. بنستبعد يكون في ابواب ثانيه، في ممكن في احتماليه انه يكون في عندك ابواب مثلا مثل مساعدات خليجيه، ان من ناحيه قطر او من ناحيه المملكه العربيه السعوديه او من ناحيه الامارات مشكورين، ممكن انهم يقدموا عدد معين من الاموال كاستثمارات، ان عبر سندات الخزينه او عبر امور ثانيه. ولكن أهمية سادر بتبقى أنه حصرين المساعدة بموضوع الاستثمارات. يعني لما دولة بتشتري سندات خزينة، الأموال بيروحوا للحكومة، وممكن أنه يكون الأموال يتم إنفاقها على الإنفاق العام تاني. بس هون بحالة السادر محصورة القصة بموضوع الاستثمارات، المشاريع الاستثمارية. هلا ليش المشاريع الاستثمارية هي بنى تحتية بالدرجة الأولى؟ لأنه كمان معروف بالاقتصاد أنه البنى التحتية هي أكثر مشاريع بتخلق وظائف، لذلك بنستهدفها. وإضافة إلى ذلك، المشاريع البنى التحتية هي أساسية للاقتصاد، يعني بما معناه أنه نحن عم نضرب عصفورين بحجر. أول شيء رح نحدث البنى التحتية تبعولتنا، واثنين رح نأمن أكبر عدد من الوظائف. هون أكيد في نوع من القيود على العمل الحكومي، أنه بدهم يتأكدوا كمان أنه نسبة أو حصة الأسد من هالوظائف هذه تكون للبنانيين، ما تكون لجنسيات أخرى. هذا لا يعني بأي شكل من الأشكال العنصرية ضد إخواننا السوريين، لا بل على العكس، هناك حاجة إلى حد معين إلى يد عاملة سورية، ولكن ما تكون على حساب اللبنانية اللي وصلوا لمطرح في عنا نسبة بطالة كتير مرتفعة. ليك هي نسبة البطالة المرتفعة، صحيح النازحين ساهموا فيها، ولكن كمان في قسم لا يستهين به جاي من نقص الاستثمارات. فإذا ما فينا نقول ولا بأي شكل من الأشكال أنه نحن بس بنحمل الأزمة السورية والنزوح السوري كل مصايبنا، لا، هذا الحديث غير دقيق. ولكن بهذه المشاريع اللي بدها تيجي، مشاريع سادر، لازم يكون في عندي حصة الأسد للعمال اللبنانيين، وعلما أنه الاقتصاد اللبناني بتقديراتي نحن بحاجة ككل، كاقتصاد كل يعني إجمالي كل القطاعات، أنا بحاجة لحدود 400,000 يد عاملة سورية. هلا اذا في اكثر من هالقد هون إيه ممكن يبلشوا اكثر من ال 400,000 ممكن يبلشوا ياخذوا وظائف من اللبنانيين. بروفيسور جاسم، اذا بدنا نحكي شوي عن، نرجع للموازنه، نحكي شوي عن الثغرات اللي تخللت هالموازنه. يعني اول ثغره اساسيه هي انه الموازنه لم تعالج الفساد.
هذه الثغرة مع انه عم الأساسية. نسمع كثير عن انه قضايا فساد عم ينلقطوا فيها، 100%. هلأ الأحزاب تغنت بإصلاحات وطلعوا سمعونا يعني مثل ما بيقولوا منشودات عزف على التلفزيونات يحكوا عن إصلاحات وما إصلاحات. الحقيقة يعني عدد الإجراءات الإصلاحية كانت كتير ضئيلة، والأهم أنه هاي الإصلاحات لم تمس خليني أقول بالفساد، بمكامن الفساد بلبنان يلي صارت معروفة وما بدها اتنين بقى يحكوا فيها، اللي هن الأملاك البحرية والنهرية وسكك الحديد. عندي أكثر من 30 مليون متر مربع مصادر هيك من قبل أصحاب نفوذ، والأموال اللي عم بتفوت على الدولة شيء معيب، ما بيتخطوا ال 150 مليار ليرة، مع العلم إنه لازم 150 مليار ليرة يعني بيطلعوا لهم شيء 100 مليون دولار، مع العلم إنه اللي لازم يدخل لا يقل لازم يكون عن 3 مليار. اثنين، في عندك قصة التهريب الجمركي إن كان عبر المرافق الشرعية البور والمطار ومرفأ طرابلس والحدود الشرقية، معابر أو خليني أقول التهرب الضريبي يلي كمان منه هين، إن من ناحية التهرب من دفع الضريبة على القيمة المضافة أو حتى التخمين العقاري، ما في حدا بيسجل بيته بقيمته الحقيقية، كله بس كرمال يقتنص من الدولة، يسرق من خزينة الدولة أموال، لأنه هذه اسمها سرقة. لما البيت بيكون حقه 300 ألف دولار يجي بيسجله ب 200 ألف دولار بقلب الهاي، يعني معناتها انه في مشكل هون، معروف انه المقصود خزينة الدولة، المقصود سرقة خزينة الدولة. وكمان في عندي عدة مكامن تانية للفساد، مثلا مثل مكننة الدولة. هلا نحن بنعرف انه بمؤتمر صادر من بين الشروط المطلوبة مكننة الدولة، لأنه نحن بنعرف عدم مكننة الدولة عم بدي يخلق نقطة لرشاوة كثير. فساد كتير كبيرة، يعني ما في عندك معاملة بدك تعمليها إلا ما بدك تحط إيدك على جيبتك، صح، غير رسوم الدولة. هذا إذا يلي عم ترشي حط الأموال اللي لازمة والرسوم اللي لازمة مثل ما هي بخزينة الدولة. لو بتعرفي حضرتك نحن ما بندفع اموال بالدوله، نحن بندفعهم على شكل طوابح. هذا المنطق والعقلانيه، يعني ما بيتركوا مصاري بيد الناس تيروحوا يدفعوا الرسوم المتوجبه عليهم، عشان هيك في شيء اسمه طوابع. طوابع، صح. بنحط طوابع، بتروح بتشتري طوابع وبتحط طوابع على معاملتك. فاذا هذا مبدا المصاري، مطرح ما في دفع مصاري في فساد. هذا بكل بساطه وبكل هالقد بكل سهوله. فإذا المكننة هون بتساعد على الحد من هيدا مش الفساد بتساعد، بمطرح يعني هذه معين. المكننة إذا كانت كاملة بإدارات الدولة ووزاراتها، واحد بتحد من الرشوة وبتحد من الصيت السيء اللي مثل ما بيقولوا مملبس بإدارات الدولة، ومن جهة تانية بتسرع بالعمليات، ومن جهة تالتة بتحفظ حق أموال الدولة. مظبوط، بدهم يعرفوا بموازنة ال 2020 إذا بدهم يشتغلوها مظبوط، بدهم يحطوا مبدأ عام، قدسية المال العام. المال العام مقدس، هذا مثل مال الأرملة أو مثل مال اليتيم، اللي بده يمد إيده عليه كأنه عم ياخذ مال الأرملة، وهذا نحن بنعرف بكل الأديان حرام. فإذا ما بيقدروا ولا بأي شكل من الأشكال يحطوا موازنة 2020 بدون ما يعالجوا النقاط هذه، يلي هي نقاط هدر بالذات فساد بامتياز، فساد بامتياز. لأنه اللي بيميز الهدر عن الفساد، يعني بسمعهم بيستخدموا كتير هالتعبير، يلي بيميز الهدر عن الفساد اللي عم بيقوم بعملية بنسميها عملية هدر، ما بيكون واعي للتداعيات السيئة على المالية العامة. اللي عم بيقوم بعملية فساد بيكون واعي للتداعيات اللي عم بتصير على المالية العامة. عشان هيك التمييز بيناتهم هو وعي اللي عم بيقوم بعملية الهدر أو عملية الفساد، إذا كان واعي ولا ما كان واعي. بالحالتين هذا سرقة من خزينة الدولة.
إذا بدنا نحكي عم نسمع كثير كمان بروفيسور عن إمكان الطعن بهيدي الموازنة، قد إيه هيدا الشيء صحيح وبيطبق؟ ما بعتقد إنه رح يمشي هذا الطعن لعدة أسباب. واحد، هو في ثلاث مخالفات أصلا ثلاث مخالفات بهذه الموازنة. في مخالفة للمادة 87، لأنه نشر الموازنة من دون قطع حساب. بتقولي لي حضرتك انه عملوا قانون لتمديد معطيان مدة سماح للحكومة اللبنانية، كمان هذه خالفوا فيها مادة 72 من الدستور. يعني بالحالتين في مخالفة للدستور؟ لا، بهذه المادة في مخالفتين. واحد، لأنه سعيدة النايب لعون قدم الاقتراح لوحده، لأنه هو قدم اقتراح قانون لتعديل مادة بالدستور، وهون في آلية بالمادة بالدستور بتقول، بتنص على الآلية إنه بده يكونوا أقل شيء 10 نواب، وبده يكون المجلس النيابي بعقد عادي، منوش بعقد استثنائي. نحن اليوم بعقد استثنائي. فإذا ارتكبوا ثلاث مخالفات، ولكن على الرغم من هذا وكله، المجلس الدستوري اوريدي هو عطي رأيه بال 2017 لما قال بالحرف الواحد إنه في مخالفة عن موضوع قطع الحساب، ولكن الانتظام المالي العام بضل أهم من مخالفة الدستور، عشان هيك قطعوا. هلأ يلي رح يقدم مخالفة رح يرجع ياخد زيت الجواب باعتقادي من المجلس الدستوري. بس الأهم من هذا وكله، سياسيا لن يسترجي أي حزب من الأحزاب على تقديم الطعن، لن يسترجوا سياسيا، وهذا تحدي لإلهم، لأنه السبب بكل بساطة لأنه إذا هلأ وقفوا الموازنة، يعني معناتها الحزب اللي بده يقدم او النايب اللي بده يمضي على هاي اخذ البلد على المهوار وسيتحمل المسؤولية. عم بيوقف الوضع، عم بيسيء للوضع الاقتصادي، عم بيضرب الاقتصاد اللبناني، وهذه ثمن ما بعتقد ولا اي حزب سياسي قد ما يكون كبير او صغير قادر انه يتحملها، لانه الثمن رح يكون كتير غالي. بروفيسور عجي عم ينحكى هلا عن تصنيف لستاندرد اند بورز اللي رح يصير ب 23 اب، وعم في تخوف من تصنيف سلبي. شو رايك بهيدا الموضوع؟ هل رح نتصنف تصنيف سلبي وشو تاثيره على الوضع الاقتصادي؟ هلا يعني نحن بنعرف انه نحن بفتره خلاف كثير كبير اليوم بلبنان، يعني السياسيين مثل ما بيقولوا مش مخلين شيء الا ما مثل ما بقولوا كل الأسلحة مسموحة، ومن بيناتهم سلاح الإشاعات. هلأ نعم، في تقييم لستاندرد أند بورز رح يجي، لأنه هن بيعملوا شكل دوري، والأهم من هذا وكله بهذا التقييم أنه نحن بنعرف أوريدي أنه نحن وضعنا سيء. طيب إذا أنا فيت على فحص وعملت الفحص مش منيح، أنه معقول يتوقع علامة عالية؟ يعني أنه خلينا نكون منطقيين، بس مش هذا المهم بالعملية. إذا بحال خفضوا التصنيف الائتماني للبنان، شو رح يصير؟ أنا بأكد لك ما رح يصير شيء، لأنه الأسواق المالية أوريدي استوعبت سوء الوضع المالي العام. مثل إذا أنا بدي أشتري من حضرتك سيارة ب$100,000، يمكن بأحسن الأحوال بحاول أني كسر بسعرها أخذها ب$90,000 $95,000. بس إذا إجا واحد وشوشني من ورا وقال لي إنه الموتور تبعولها مش كتير ظابط، أكيد ما بقى أخذها لا ب90 ولا ب80. فإذا هذه بيسموها إنه الأسواق أخذت بعين الاعتبار أوريدي هالمعلومة المتوفرة إنه نحن وضعنا سيء. من هالمنطلق نحن ما بنشوف إنه في تداعيات كارثية مثل ما عم بيحاولوا يعملوها. في أحزاب عم تحاول تستفيد من هالإشاعات هذه تتقدر تربح بالوضع السياسي. بس بروفيسور قبل ما نتابع أنا وياك، بحب ذكر المشاهدين أنه عم نتلقى اتصالات على 01-255-500 ومعنا اتصال هلأ. قالوا صباح الخير. صباح النور. صباح. مين معي؟ معك شارب الفريفر. أهلا وسهلا، تفضل. يسعد صباحكم، والله يكمل معك والله يباركي. كل جمعة بتفاجئينا صراحة بحلقة أقوى من اللي قبلها. شكرا لك. عم بتصل، مش عارف هلا فكرت جوال الحج ولا فكرت خلصي. الو. ايه عم مدام جويس. صراحه مش عارف اي فكر هلا، لانه عم بحكي عن نحن معنا بروفيسور عجيقه. بدي اقول له صباح الخير، يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيك.
وان شاء الله كل يعني كثير عم نستفيد من البروجرام تبعك، وفخاراتك عم تكون كثير 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 حلوه. شكرا لك. بتحب تسال شيء بروفيسور عجاقة؟ عم نحكي نحن عن الوضع الاقتصادي وتأثير عدم إقرار الموازنة على الوضع الاقتصادي بلبنان. نعم، نحن بقطاع البناء، قطاع البناء كثير صلنا أكثر من 4 أشهر عم نعاني كثير 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 كسل بقطاع البناء. نعم. عندك فكرة شيء دكتور إذا رح تنحل فكرة الإسكان، إذا رح تنحل الموازنة قريبا لنرجع شوي نتنفس؟ نعم، البروفيسور عجاء عم يسأل عن قطاع البناء، هل رح تتحلحل قريبا وهل رح يكون في قطاع الإسكان رح يرجع يمشي؟ يعني أنا بحية بدعي للمستمع الكريم أنه يشوف المقال اللي نشرت امبارح التنين بجريدة الديار، افتتاحية الديار، نشرت مقال عن هالموضوع. الوضع العقاري بحالي أسوأ من هيك ما فيه، يعني عندنا مثل ما بقولوا بظرف 6 أشهر انخفاض بقيمة 50% من حجم العمليات ومن قيمة العمليات. هذا الأمر أكيد بيتحمل مسؤوليته أكيد غياب الإسكان، بس كمان ارتفاع الفوائد، وأهم شيء التخبط السياسي. نحن باعتقادنا عملية إعادة مثل ما بقولوا الإسكان رهينة الفوائد بالسوق. نحن بنذكر انه سعادة حاكم مصرف لبنان رياض سلامي، بنوجه له التحية عبر شاشتكم، اصدر تعميم باول السنة حط فيه 390 مليار ليرة لدعم القروض الاسكانية، حط الفوائد منخفضة 5.9. المصارف مش عم تقبل، لانه بيعتبروا المصارف انه الفايدة بالسوق كتير عالية، واثنين في زيادة بالمخاطر الائتمانية. من هالمنطلق هذا نحن بنعتقد انه لا حل الوقت الحالي لموضوع القروض السكنية طالما الفوائد مرتفعة. شكرا لك على اتصالك. بروفيسور، خلينا نرجع للسؤال اللي الكل عم يطرحوه، قد ايه تأثير هيدا الوضع الاقتصادي السلبي اذا بدنا، قد ايه تأثيره على الليرة اللبنانية؟ يعني اليوم مثل ما بيقولوا كان في تصريح لسعادة الحاكم بجريدة النهار، تصريح رسمي، يعني عم بيقول انه هو قام بعملية استباقية بالنسبة للمصارف. المصارف عندها مليئة بنسبة 16%، بنذكر انه المعايير الدولية لازم تكون اعلى من 8%، احنا عندنا 16%، وهذه المليئة مثل ما بقولوا كافية ووافية تنحمي نظامنا المصرفي وبالتحديد الودايع، لأنه بتسمع هالإشاعات وخاصة التليفون، لأنه تعرف التليفون بتفوت الخبرية لعندك بدون استئذانك. يعني كثير العالم عم بيعينوا من مخاوف على الليرة اللبنانية ومن انهياره، عم بيقولوا انه الودايع بكرة بتطير وما بعرف شو. اكيد هذا هلأ كله صار من مثل ما بقولوا شوي صغيري بحمله أنا لبعض الأطراف السياسية اللي عم بيبسوا هالأخبار، وبعض وسائل الإعلام ما رح يعني مثل ما بقولوا أحكي أكثر من هالقد، اللي عم بيبسوا إشاعات للأسف، والمواطن نتيجة مخاوفه وجهله بمعظم الأحيان للواقع النقدي، لأنه أكيد منه خبير بالنقد، عم بيكون في عندك ترديد لهالمعلومة. الليرة سيبتي، وكل واحد عم بيراهن على انخفاض سعر الليرة أو انهيار الليرة، هذا رهانه خاطئ. واليوم أكد سعادة الحاكم، استعمل كلمة كتير حلوة، قال اللي عم بيفكر أو بالأحرى تفكير بتحرير سعر صرف الليرة أو خفض سعره هو من الخيال. ليكي هالكلمة شو كبيرة طالعة من منصب رسمي عم يطمن اللبنانيين على قوة هيدا الليرة. هادي إذا بدك ضربة، عدا عن التطمين للمواطن، هادي ضربة للي عم يحكيها. لما أنا عم بحكي كلمة وبيطلع صاحب الشأن بيقول لي إنه هادي من الخيال، هذا ضربة للأشخاص اللي عم يحكوا. باعتقادي أنا يمكن يكون استخدم استراتيجية بالهجوم، استراتيجية مثل ما بيستعملوها هادي
بالبروباغندا، التكنيك دو بروباغندا يلي بتقضي اوريدي على اللي عم بيطلع هالاشاعات هيدي. انا بعتقد المتاجره من قبل مطلقي الشائعات بالمواطنين وباعصابهم هذا جريمه، وبعتقد الجرم اللي اكبر انه نطلع نقول انه في انهيار وهو منه صحيح هالحديث، لانه لازم هاو الاشخاص يتلاحقوا بحسب المادتين 319 و320 من قانون العقوبات يلي بجرمه كل شخص بيطلع اشاعات ان كان على النقد الوطني، سندات الخزينه اللبنانيه والاوراق الماليه اللي بتصدرهم الدوله اللبنانيه بالاسواق الماليه. انا بتمنى يعني بطلب مثل ما بقولوا بتمني من فخامه رئيس الجمهوريه انه يلاحق كل واحد عم بيطالع اشاعات عن الليره اللبنانيه، لانه اللي عم بيطالعوا الاشاعات ما عندهم ضمير. 750 ألف مواطن بيقبضوا معاشهم بالليرة اللبنانية. حرام أنه مثل ما بقولوا من وراء الإشاعات نحاول كرمال أرباح سياسية نهز النظام النقدي بلبنان. بس شو بتفسر بروفيسور عجيقة الودايع والفوائد العالية عليها بالليرة اللبنانية؟ ليه عم تكون فوائد هالقد مرتفعة؟ نحن بنعرف ستنا أنه بالإنسان بس يسخن الانسان بتعلى حرارته، ومثل ما بقولوا بس يكون مجلد كمان بتوطى حرارته. الحراره العاليه والحراره الواطيه بيقتلوا الانسان، بس بذات الوقت هن بيعكسوا. الحراره مناش مرض، هي بحد ذاتها الحراره هي رده فعل على شيء مش مزبوط. ذات الشيء بالنسبه للاقتصاد، التضخم العالي والتضخم الواطي هاو بيقتلوا الاقتصاد. لذلك بس يكون في عندك تضخم عالي حتى ما يموت الانسان، وهون بالتحديد الاقتصاد لازم الفوائد ينرفعوا. فاذا رفع الفوائد هو نتيجه التخبيص المالي يلي حصل من وراء سلسله الرتب والرواتب. مولت واقريت سلسله رتب ورواتب بدون اي مصدر تمويل جدي لإلها. مولوا سلسلة الرتب والرواتب من وراء الاستدانة. استدانة الدولة من الأسواق يعني معناتها خلق مصاري، تخلقي مصاري، وهذا الأمر عم نتحمل تبعياته. للأسف الحكومة ما بتستمع لآراء الخبراء لما كانوا يسألوها السؤال الجوهري، من وين بدك تموليها؟ حطوا ضرائب، الضرائب مثل ما بقولوا ما كانت على المستوى، على القدر الكافي يمكن لتأمنوا المدخول اللازم 100%، ما كانت كافية لحتى تغطي كلفة السلسلة الرتب والرواتب، والأسوأ أنه راحوا تدينوا تيمولوا هذه السلسلة. لذلك بقول لحضرتك الفوائد المرتفعة هي نتاج طبيعي للوضع الاقتصادي. إذا وهون هذه لازم يعرفوها المواطنين، إذا منخفض الفوائد هلأ بهاللحظة هذه الليرة بتنهار، كل نظامنا الاقتصادي بينهار، على عكس ما بيقولوا انه خفضوا الفوائد حتى الناس تبلش تستثمر. من قلن الفايدة مقسومة لقسمين، الفايدة على المدى القصير والفايدة على المدى البعيد. مصرف لبنان لا قدرة له، والمصارف لا قدرة لها إلا على المدى القصير، بينما على المدى البعيد يلي بيحدد الفايدة هو حاجة الدولة للأموال، ونحن بنعرف أنه حاجة الدولة كتير كبيرة للأموال، عم بيزيد الطلب وهذا اللي عم يرفع الفوائد على المدى البعيد. سريعا قبل ما نختم بروفيسور، شو هي النصايح اللي بتعطيها للطبقة السياسية بإقرار موازنة 2020؟ أول شغلة بدهم يعملوا، أول شغلة بدهم يحاربوا الفساد. ما حدا بقى يقلنا ما عدناش ملحقين وما بعرف شو، بدهم يحاربوا الفساد، النقاط اللي ذكرناهم بأول حلقتك. اثنين، وهذه شغلة كتير مهمة، بدهم يحطوا الخطة الاقتصادية. دولة رئيس الحكومة قال بالحرف الواحد انه انا خطتي موجودة بالبيان الوزاري عراسنا وعيننا، خلينا نقونن هذه العملية ونترجمها بقلب الموازنة. بعتقد انا هاول الامرين لوحدهم كافيين انه نرجع نصير سويسرا. وندعيهم يمكن يبلشوا بالموازنه من هلا لتكون جاهزه لل 2020. هي حسب ما فهمت انا انه الموازنه
خلصتها وزارة الميل وهلا صار انت ما يصير في تأخير مثل ما صار السنة. ليكي نحن مشكلتنا الأساسية وقبل كل شيء هو التخبط السياسي. صح. هذا اللي فيه اللي كي التخبط السياسي، كل مصيبة بتحل على لبنان من وراء التخبط السياسي، وإذا اقتصادنا مش منيح من وراء التخبط السياسي. شو ما يصير فينا من كوارث خلي الناس ما تغلط بالبوصلة هو التخبط السياسي. مثل ما هلأ أحداث أبر شمون الأليمي ليكي معطلة البلد كله سوا. صح. بروفيسور عجاء أنا بدي أتشكر حضورك معنا لك. وكان حضورك كتير محبب اليوم، وميرسي لك، بدي أتمنى لك التوفيق. شكرا لك. مشاهدينا بريك صغير ومنرجع.